الشعر سيمفونية جميلة بيعزفها الشاعر، بيستمع ليها أجيال وأجيال. الشعر من زمان اختلف عن دلوقتي، ولكن المدارس الشعرية الأصيلة دايما بتأثر في شعرائنا. مصر دايما ولادة، عندها لسان فيه طلاقة مش موجودة على مستوى العالم. اسمحوا لي ما أكونش محايدة وأكون متحيزة جدا جدا لولاد بلدي، لأن مصر دايما بجد فيها أحلى لسان، ومعانا قصيدة لشاعر جميل جدا جدا معانا. ولكن النهاردة في صراع، مش صراع بس ما بين الأجيال وما بين ثقافات. ثقافة الفلاح هل تختلف عن ثقافة المدن؟ مش عايزة أسمي إن هو في صراع، في تنافس وحش لا قدر الله، هو خليني أطلق عليه صراع الأحبة. الناس بتحب بعض فبيبتكروا وبينافسوا بعض بحب جدا جدا جدا. شاعرنا الجميل، شاعر الفلاحين، الشاعر محمد النجومي، أنا يعني بشكرك على حضورك معانا ومنورتنا بجد، أهلا بيك. ربنا يخليك يا أسرع. شاعرنا الجميل، شاعر الناس، الشاعر اللي حبيته كل الناس، شاب خالد، أهلا بيك، نورتني بجد. وخالد كمان كان معانا الحلقه خالص في بداياتنا برنامج اللون الاخضر، نورتني بجد. انا سعيد ان انا موجود معاك النهارده، وان انا ربنا يخليك يا خالد. طبعا النهارده احنا الشعر معانا من جيلين مختلفين. حبيت في البدايه اقول انه احنا هنبتدي الشعر بتاعنا بمنتهى الود والحب، لان طبعا استاذ محمد استاذ كبير، خالد يعني تلميذ نجيب وشاطر جدا جدا، وساعات التلميذ بيتفوق على استاذه والاستاذ بيبقى سعيد جدا بهذا التفوق. طبعا نورتونا، وانا فخوره بيكم كابناء مصر، ودايما بنتكلم على احلى لسان. قصيدتك يا خالد هتقولها لي طبعا وتقول لي ايه ازاي يكون احلى لسان. مش عايزين نتكلم كتير، نبتدي بحاجه حلوه كده، الشعر الجميل استاذ محمد يسمعها لنا. وفي الحقيقة في البداية يعني أنا قبل ما أدخل الاستوديو سمعت إن في تفجيرات والإرهاب طبعا، فأنا يعني حاجات دي كاتبها قبل الثورة. مقطع بقول فيه: طيفة طوفة وشايفة شوفة وراها زوفة ومستحية، ليه يا حلوة هواك غية تركب الموجة الهفية، تختفي ورا دين ودنيا والاباحة عيون قوية، لو رصاصة بين ايديكي تقلعي بيهم عينيا، ما انت موجة وسوق لنية زي سوسة في درس ليا، مين يقول ان اللي يقتل يبقى مسلم، مين يقول ان اللي يهجر يبقى مسلم، خاف على ولدك وناسك، خاف على بلدك اساسك، حط عجلك جوا راسك او عفتنا تكون مجاسك، دوس عليها بجر نفاسك، مصر دولة ودين قوية، فوق جسور الحب جاية عمرها ما تسيب قضية، طيفة طوفة وشايفة شوفة وراها زوفة ومستحية. الله عليك، الله عليك، أحسنت والله. يمكن الناس لو تفهم كده ببساطة ما كانش هيبقى عندنا الظواهر دي تماما، هنحب بعض كلنا، هنبقى دايما ايد واحدة. خالد سمعنا حاجة برضو يعني عن الموضوع، عامل حاجة عن الشباب وعن حلم الشباب المصري فاسمها شبابك يا مصر. فبقول فيها: شبابك يا مصر في الشدة دايما واقفلك، من وسط حكامك باقينلك، هما اللي هيبنوكي وبعلم حلو يعمروكي، مصر يا حلوة يا أم الدنيا بكرة هتبقي قد الدنيا، عيش ثورة بالأماني والأيامة، ولو يهينك أمريكاني بالسلامة، احنا متنا عشان ترابك ما تخافيش منهم يا بلدي، السلاح هيكون شبابك أما جيشك هو سندي، مصر الشباب هم الأمل، من غيرهم ولا أي حلم كان اكتمل، في يناير 25 وتمرد يونيو في 30، في الجندي اللي بيحمي الأرض وفي شهداء الثورة الغاليين، وسامحيني سامحيني في ده العتاب، ليه بعيدة عن الشباب، شغليهم على قد التعب كافئيهم، امتى الشاب يلاقي الشقة يتجوز بقى ويعيش، امتى يقول للفقر ده لأ وياكل عيش، ده مش عتاب بيصغرك، ده حب نفسه يكبرك،
يمو الهرم حضن الأثار وقناة السويس، يمو الهوى وسط الخضار والنيل العريس. سامحيني يا حبيبتي، لا مش ذنبك انت، ده ذنب اللي حكموا عليا، ان اموت وابقى الضحية، بس نفسي لما اموت اكون سايبلك ابن ليا، اكون سايبلك ابن ليا. الله عليك يا خالد، بجد كلامك جميل وبسيط، حتى في عتابك يخش القلب على طول، وحلو قوي ان الواحد يعاتب اللي منه، يعاتبه بود، يعاتبه بحب. شعرنا جميل استاذ محمد. سريعا كده انا عايزه استمتع بشعركم اكتر ما نتكلم، ولكن قول لي انت شايف الشعر اختلف زمان، حتى الشعر الجاهلي عن الشعر الحديث دلوقتي، جيل حضرتك جيل خالد، ازاي اختلف في المراحل المختلفه دي؟ هو بس الشعراء الحاليين اللي هم بعد الثوره اعتقد ان هم ما خدوش فرصتهم في الابداع الادبي، وطبعا بيعبر، هو بيعتقد يعني هو شاعر وعنده الموهبه وكل شيء، كمثال للزميل الاخ الجميل اللي معانا، ده شيء جميل. لكن في بدايات الشاعر او الاديب اللي هو عنده الموهبه بيحتاج زي الارض بالظبط، لما بتحتاج يعني النبات لو حطينا البذره وسبناها مش هتحتاج اهتمام، محتاجه رعايه، محتاجه عزيز، محتاجه ري، محتاجه خدمه عشان النبات يكبر ويظهر ويديني محصول. كذلك الموهبه بتحتاج الى من يرعاها حتى تنضب وتنضج وتثمر. فشيء جميل، والاستاذ حقيقي يعني موهوب، استاذ خالد موهوب، وانا يعني بنصحه. احنا مش هنتكلم مع بينه وبينه بره الاستوديو، هنتكلم مع بعض اكيد. طب سمعنا ايه بقى؟ احنا انا في الحقيقه هقول قالها البطل ازاي نعيش والشعب خايف في البيوت، يبقى ساعتها كلنا واجب علينا نروح نموت، حاسين بنبضك شعبنا، جيشك قوي ما يهزه لو كان اخطبوط، جحر الافاعي خلاص ظهر، جحر الافاعي خلاص ظهر، والشعب صار ولا عاد سكوت، ولو دخيل او عصبجي وفات في مرة ركبك يا ثورة، طب قوله بكرة ازاي يفوت. الله، انزل يا ولدي، تعرفين من هو الولد، انزل يا بطل، حضن الكبيرة ما يتنساش، انزل لوطنك لو تموت، عمر الشهيد ما طلع معاش، مولود بطل لجل الأمومة، حضن الكبيرة عاش وعاش. مين اللي يحرق مصر؟ مين مين اللي يحرق مصر؟ مين من هم دول الكدابين؟ والله والله اللي حيمسك يا غالية لنطحنوه في مكان طحين، انزل يا سيسي. الله عليك، برافو، بجد احسنت، مصر كلها مستنيه بطلها وكبيرها واللي حاطين عليه امل كبير جدا جدا، املنا في البدايه في ربنا سبحانه وتعالى ثم فيه طبعا. خالد قول لي برضو، انت كشاب شايف الدنيا دلوقتي بقت مختلفه ازاي؟ وهل فعلا انت شايف ان انت مش واخد حقك؟ يمكن حتى وانت بتعاتب مصر قلت انه لا هي كافئهم، انت شايف ان انت اتكافئت على تعبك ده ولا لا؟ لا، وانا ما اتكافئتش بصراحه. وشباب كتير زي، وفي مواهب كتير قوي في الدوله، بس هي بتنقسم لجزئين. الجزء اللي هو بالنسبه للمشاكل الاقتصاديه في الدوله، مفيش رعايه من الدوله للشباب، مفيش توفير جهد، حتى لما يبقى في شغل ما بيبقاش فيه مكافاه، بيضطر الشاب ان هو يشتغل شغلانتين عشان يكفي بيته، عشان يشتغل 24 ساعه ويمكن اكتر كمان، وبيطبق. فمفيش رعايه من الدوله. بالنسبه للمواهب، لازم يبقى فيه تسليط ضوء اكتر على المواهب الشابه، ما يبقاش مركزين على ناس معينه بعينهم، فده المفروض يحصل يعني. اكيد. طيب تسمعنا ايه تاني؟ حابب تسمعنا ايه؟ تحبوا سياسه ولا حاجه بقى؟ عن زي ما تحب كده. انا كتبت حاجه عن الام. تمام، بما اننا كنا لسه سايبين عيد الام. صحيح. تمام، كل سنه وكل وهي عيدها طول على مر العمر يعني. اكيد. طب فبقول فيها: يا أمي يا روحي، يا بلسم جروحي، وجودك طموحي، أعيش وانت جنبي، أموت لو تروحي. الله. أمي يا أغلى صديقة،
حبيبتي ست الكل تدعي في عز الضيقة الدعوة تطرح فل. ضيعت علي عمرك تستاهلي مليون عيد، يا ريتك تاخدي عمري وتعيشي عمر جديد. شلتي حمل جبال ولا مرة عمرك قصرتي، مع ان صبرك طال ربيتي برضو وكبرتي. فاكرة ياما، فاكرة ياما الطفل فيا قد ايه اهتميتي بيا، لما كان الطفل تعبك رايحة جاية بتشيليه، نومه يبدأ لو سمعلك واما يصحى تحسي بيه. عارفة يا أمي لما تغرب ببقى وحيد، كل العالم عني بعيد، مين يتحمل يسمع همي، لازم حد بيجري في دمي، لازم أمي. عارفة يا أمي الوحدة بتوجع في الإحساس، بنسى حياتي وبنسى الناس، والغايت عندك مش نساي، توحشيني في كل حاجة حتى كمان كوباية الشاي. الله. من ايدك بعرف حلاوتها، ما هي ايدك اصلا حلتها، حضنك انتي بحسه بيت مرتاحش غير فيه، مهما رحت ومهما جيت برجع الاقيه. ياللي ما خدش مكانك حد، ياللي جمايلك ولا تتعد، ساعات كتير اجي عليكي، ساعات اكون دمعه في عينيكي، وافتكر صاحبي في لحظه كان بيبكي وامه ماتت، كل فرحة في عمره فاتت، والدنيا زرعت كل خوف، ظلم ناسها والظروف. قال يا أمي يا حبيبتي تعبت بعدك لما غبتي، وحشاني يا ماما هاتيلي ابتسامة، وحشتيني يا ريت أجيلك أو تجيني، لقيتني بدعي وأقول لربي وحياة رسولك خلي أمي. أمي ما شفتش زي حنانها جنة في دنيا وقلبي ساكنها، أنا ياما حبي راح لناس واديت حنين وبنيت أساس، ولا شفت منهم قرب خلوني عشت في غلب، الحب شفته في أمي بس، أمي حقيقة الحب. الله. أمي حقيقة الحب. الله عليك. أنا يعني أنا دمعت بصراحة، يعني بجد الأمهات أطيب شيء وحن شيء في الدنيا بجد. ربنا يخلي لنا أمهاتنا واللي فقد أمه، ربنا يا رب يرحمها ويثبتها ويرزقه في أولاده بقى بالحنية يا رب إن شاء الله. جميل يا خالد، شعرك حلو قوي ومعبر وجماله في بساطته ما شاء الله عليك. شعرنا جميل أستاذ محمد. إحنا داخلين على يوم اليتيم، حضرتك محضر لنا حاجة عن يوم اليتيم؟ والله هو وأنا جاي كان في حاجة كده خفيفة كده عن اليتيم، في حاجة منشورة قديمة كده. مين اليتيم؟ هو اليتيم اللي ما يلقاله وطن بيخاف عليه. مين اليتيم؟ هو اليتيم اللي ما يلقاله وطن بيخاف يتحامى فيه. هو اليتيم اللي ما يلقاله وطن يتحامى فيه. مين اليتيم؟ هو اليتيم اللي ما يلقى قلب بيطبطب عليه. مين اليتيم؟ هو اللي تاه وسط الكبار ولا سألوا فيه، هو اللي يمشي في الخطر ولا يلقى حد يقول له ليه، هو اللي يمشي في الخطر ولا يلقى حد يقول له ليه، هو اللي دمعته على الخدود ولا لاقي ايد تمسح عينيه. بكرة اليتيم، بكرة اليتيم يلقى له بكرة فاتح ايديه، بكرة اليتيم يلقى له صدر ينام عليه. شايف الربيع ومعاه جبل، شايف العطاء لقلوب رحيمة، عطاء لزرع معاه أمل يكبر يزهر في الجنينة، هنعد فوق كل المحن ونشوفها أيامنا الجميلة، على قد ما نقدم ننول نزرع في كل طريق فسيلة، نبني حياة طفلة ولد في الدنيا وتسير السفينة، ولا يبقى بينا ابن عاق ولا دمعة هتشوفها عينينا، مصر اللي فردة في دراعتها هتضمنا وهنبقى عيلة، ونغطي جسم ضعيف هزيل والفرح يسكن كل ليلة، لو حتى هنقدم حنان
أو أوم القماش لو حتى تيلة. الله عليك. الله. فيه بقى حلم طفل. في الظروف السياسية اللي احنا بنمر بيها أصبحت يعني الأحلام صعبة قوي. ده حقيقي. ففي حلم أنا هقوله، طفل، نشوف الطفل بيحلم بإيه، إذا كان هذا الطفل يتيم أو يعني تعرض لمواقف من المواقف القاسية جدا اللي احنا بنشوفها النهاردة نتيجة الإرهاب. طفل يتيم، فإحنا صراحة الواحد يعني قلبه بيدمل كل يوم من التفجيرات والمهازل اللي بتحصل. نتمنى أن مصر توصل لاستقرار في ظل القيادات الحالية الناضجة جدا، الناس اللي هي بتبحث عن الاستقرار، نحط إيدينا في إيديها وبرضو نكون كلنا مصر، كلنا قادة، مش قائد هو اللي هيشيل كل ليلة، لا كلنا قادة. أكيد. كل واحد قائد في موقعه. نحضن مصر. حلم الطفل بيقول بحلم بنور، بحلم بكون مليان فرح مليان شجون، بحلم بصدر يكون حنون في كل ليلة يضمني، يا كلمة الحق وعدي وتبسمي وارمي على الدنيا السلام، يلا اضحكي في وش الغلام، أنا طفل حالم بالأمان، أنا ملكي للكون والزمان، بحلم بحلم يموت كل الدمار ويدوي في الأرض العمار، ونطوف على كل الديار بشموع أمل وكتاب عمل وجهاد بطل وحروف سلام، نقطف ونجني في الثمار والحلم يعلى 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 فوق مدنى وفنار، واسكن هناك فوق السحاب وافرش على الكون انتصار، أنا طفل أنا حلم أنا علم. الله عليك. أنا نفسي الحلم ده يتحقق بجد، ده حلم جميل ان شاء الله نصحى كلنا ونفتح عينينا عليه. احسنت، لغتك الجميله، اللغه الفلاحي الاصيله، مصر تستاهل الحلم ده طبعا اكيد. أيوة. خالد، احلى لسان نختم بيها. احلى نسيان. احلى نسيان. احلى نسيان. هي رومانسيه شويه. طيب اتفضل. بقول فيها يا قلبي قول لي وبعد هالك، نفسي تنسى ويهدى بالك، ده أحلى نسيان تنسى اللي خان، اللي فجأة اختار وداعك، اللي فرط فيك وباعك، باعك وبالساهل وانت اللي تستاهل، سلمت نفسك من جنونك، كان مرايتك كان عيونك، كنت شايفه هو بس هو خلى عينيه تخونك، هو عامل نفسه جنبك بس عايش ناسي قلبك، وانت لسه في بعده ضايع، قولي ليه شاري اللي بايع، هو وافق يخسرك وانت عشقك دمرك، شوف لي حب يداوي جرحك، حب غالي يقدرك، خلي روحك مجبرة لازم تسيبه، انسى وفقد ذاكرة ما انتش حبيبه، يا قلبي صعبة دنيتك بقيت بتصنع ضحكتك، لا نفعة واحدة صاحبتك ولا نفعة حتى المعجبة، وأقرب صحابك وحدتك بقيت في دنيا مغيبة. الله عليك. شكرا. الله عليك، احسنت بجد يا محمد. شيخ خالد بجد شعر الناس انت احسنت، ويمكن الخيانة احساس صعب انت عبرت عليها بمنتهى البساطة. سريعا بقى الشعر الحلو اللي كنت قايله لنا عشان برنامجنا، اللون الاخضر. اللون الاخضر ده استاذ محمد عامل لنا شعر مخصوص حضرتك بس للون الاخضر عشان اللون الاخضر برنامجنا. مختلف. لازم لي حاجه مختلفه. اتفضل يا فندم. يلا ابتسم للخضره، يلا ابتسم للخضره وابدا خطوه خطوه، اوعى تنام في الخط وتعدي المحطه، الوادي الوادي ده كان صحرا صح ومش مغلطة، بينا نعد السور وننفذها خطة، نلقى الخضار ألوان ونفوت الأونطة، مصر اللي قد الدنيا ماشية خطوة خطوة، يلا ابتسم للخضرة، يلا ابتسم للخضرة، اوعى تكون عويل،
اوعى تلوث نيلنا ايه غيره بديل منه بنسق الخضره والميه سبيل من غيرها ما نشوف زرعه ودموعنا تسيل وتضيع ما بيننا الفرحه ما نلاقي الدليل يلا ابتسم للخضره. الله انا بشكرك شكرا جزيلا شاعرنا الجميل شاعر الفلاح محمد النجومي. بشكرك شكرا جزيلا نورتني بجد. بس حضرتك يا اسراء قبل ما تختمي الفلاح انا في مقطع صغير جدا طبعًا للفلاح طبعا ما يقدرش بس احنا عشان عدينا الوقت فاستاذنك بسرعه بس لا طبعا لازم للفلاح بس عشان عشان الاخوه الفلاحين وعشان كل المصريين طبعا احنا احسن ناس طبعا. صباح الخير على الفلاح، تعالى نقسم الافراح، ما هو انت الخير ملا داري وانت الرز والتفاح، وانت اللي مع فاسك على حشيشه كسيف دباح، وارضك دي كما عرضك بتحميها من الارياح، صباح الخير على الفلاح. تعالى نقسم اللقمه انا وانت في كل صباح، علينا العلم والخبره عليك القشطه والرحراح، علينا نعرف جميلك اساس السلم والاصلاح، ومهما الدنيا تتكعبل ما تنهزش يابا الفلاح. صباح الخير يابا الفلاح. صباح الخير. مساء الخير على كل مساء الفلاحين. مساء الخير عشان احنا بشكرك شكرا جزيلا شاعر الفلاحين الاستاذ محمد النجومي شكرا جزيلا نورتنا. خالد شاعر ناس. خالد بشكرك شكرا جزيلا بجد نورتني. والله كنت سعيد ان انا موجود هنا وتاني لقاء ليا. بشكرك شكرا جزيلا وحقيقي كنت مبسوط باللقاء يعني. ميرسي يا خالد وانت مثل جميل. نفسي كل الشباب يبقوا زيك. مشاهدينا يومنا خلص النهارده. انا حزينه جدا انه يومنا خلص بخبر مفجع للغايه. ساعات بحس ان احنا دبلانين عاملين زي الورده الدبلانه كده اللي بدل ما تتروي بالميه اتروت بالدم. الورده عمرها ما هتدبل. الورده هتفضل دايما موجوده. لن يزيدنا الا اصرارا. طبعا بالظبط اللي بيحصل ده زي ما خالد قال مش هيزيدنا غير اصرار غير قوه غير تحدي وصمود. وكل يوم لما بيسقط شهيد الناس بتزداد قوه اكتر من اي يوم تاني. مشاهدينا اتمنى لكم يا رب بكره اننا نصحى على خبر جميل. دايما اخبارنا تبقى مفرحه ونبعد خالص عن الاحزان. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير. تحياتي اسراء عادل والى اللقاء. شكرا.